نورتوا الساقية. شكرا للمهندس الصديق محمد الصاوي على كلمته من خارج مصر. اليوم ليس اعتباطا اختياري لموضوع الحفل أن يكون جلال الدين الرومي أو ما يسمى بمولانا جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي منذ أكثر من 700 عام، وهذا الرجل نادى بفكرة السلام، ورجل لديه ثقافة الإسلام التي علمته ثقافة الانفتاح على كل الديانات، والتي شرب مبادئها بشكل عجيب لدرجة أنه فكرة لحد اليوم هو فكر ينافس حتى شعراء النثر في أمريكا، قصيدة النثر. ولمضمون هذا الفكر ولفكرة التسامح اللي طرحها جلال الدين الرومي، وهذا الرجل اللي تجول ولد في إيران، وبعمر 7 سنين انتقل مع والده إلى بغداد، وبعد خلاف بين والده وبين الخليفة خرج إلى قونيا ما يسمى اليوم بتركيا، وحيث يرقد منذ رحيله هناك، وقبره هو مزار من كل جنسيات وديانات العالم، يلتقون سنويا في شهر نوفمبر شهر 11 من كل سنة، مئات الآلاف يلتقون حبا بفكر هذا الرجل الذي تجاوز فكرة التكفير وتجاوز فكرة ما يسمى بالاختلافات المذهبية والدينية وكل ما له علاقة بالاختلاف اللي بدأ يظهر بشكل واضح على مجتمعاتنا. جلال الدين الرومي هذا الرجل أنا شخصيا تعلمت منه الكثير على مدى سنين. دخلت هذا العالم، عالم قراءة أفكار المفكرين، أنا أعتبره مفكر في مجال، هو فقيه وهو قانوني وهو صوفي وهو شاعر كبير، ولديه كتاب عظيم من 6 مجلدات اسمه المثنوي، وهذا الكتاب في كل أفكاره وفي كل فلسفته لمن يريد أن يطلع على تجربة هذا الصوفي الكبير أو هذا المفكر الكبير هذا الفقيه. اليوم استفدنا من فكرة من خلال الموسيقى. أنا سبق وأن كتبت أعمال عن ابن عربي وعن الحلاج وعن السهرة وردي وعن النفري وعن أبو الغوث، مدين أبو الغوث، هكذا مجموعة من الشعراء، رابع العدوية، طاهر أبو فاشا، كل هؤلاء الذين تناولوا بعمق فكرة الصوفية أنا تناولتهم في أعمالي. اليوم هذا الاحتفاء بفكر هذا الرجل كونه استطاع أن يحقق ما لم يستطع أي مفكر آخر تحقيقه على مدى 700 عام. لذلك 2007 اختير كشخصية كونية من قبل اليونسكو، واحتفل فيه الكون كله عام كامل، وأنا سبق وأن قدمت له قطعة هنا، وقدمناها في أبوظبي، وقدمناها في مسقط، وقدمناها في كذا دولة، اسمها مولانا جلال الدين الرومي. اليوم كل معظم فكرة العرض قائمة على فكر هذا الرجل. لذلك هذا الرجل اليوم احنا بأمس الحاجة إلى ترجمة أفكار، لأنه بدأت تظهر هذه النعرات الطائفية، فنعتقد أنه علينا أن نرجع للأسس اللي أذابت كل هذه الاختلافات، واللي آمنت بأنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لأنه في الآخر يعني ما حد شق قلب الفاني وعرف ماذا يحمل هذا القلب. لذلك أردت أن أشير إلى جلال الدين الرومي وإلى فكرة وإلى توهجة، من الصعب أن يخلد فكرة عمرها أكثر من 700 عام وتبقى حية وتبقى جديدة وتبقى معاصرة. اليوم أفتتح البرنامج بقطعة من وحي، أنا ما سميت القطع لأنه هو ما يحب التسميات، لكن سميتها روميات الليلة كلها، ففي روميات 1 و2 و3 و4، راح أبدأ في روميات 4، وتقريبا 6 قطع من 8 تعزف لأول مرة اليوم.